يقول السائل: لو تذكر لنا ممنوعات الاعتكاف ومباحاته وأحكامه ولو باختصار. الممنوعات كما قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيحرم على المعتكف مباشرة زوجته في ليلة الاعتكاف، الليالي التي أباح الله فيها الاتصال بالأهل في غير حالة الاعتكاف، هذا من المحظورات، وإذا فعله بطل اعتكافه. كذلك الخروج، كثرة الخروج بدون حاجة وبدون ضرورة، هذا يتنافى مع الاعتكاف. وكذلك كثرة النوم وكثرة الكلام مع الناس والجلسة، يجلس معك ناس ويضيع الوقت في كلام لا فائدة فيه في أمور الدنيا أو في أمور لا فائدة منها، فلا تضيع الاعتكاف في غير ذكر الله عز وجل وبغير ما المقصود من الاعتكاف. الخروج، كثرة الخروج بدون حاجة، كثرة الكلام الذي لا حاجة إليه، وكذلك اعتزل امرأتك في ليالي الاعتكاف، لأن هذا نص الله عليه، فقال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم.